أما هلأ أولى فقراتنا لليوم هي الفقرة الطبية يلي بتكثر عنا الأسئلة والاستفسارات. وطبعا سلمى مثل ما بنعرف أي أنثى حامل خاصة بالمولود الأول بيكون عندها كثير من الأسئلة والاستفسارات. صحيح. بتسعى دائما أنه يكون حملها وصحتها وصحة جنينها دائما بخير. وهون بتدخل بقى أوقات سلمى ممكن الأقاويل، الموروثات، النصائح الجانبية اللي بتكون من الوسط المحيط، العائلة، المقربين وغيرهم حول التغذية. وهون يمكن لازم تكون هي على وعي واستشارة دائمة للطبيب خاصة بما يخص الغذاء المناسب للمرأة الحامل وعلى جنينها. ومثل ما قلتي فرح، بالفترة الأولى أو حتى بالحمل الأول للسيدة هون بتكون التجربة الأصعب، لأنه هي عم تخوض مرحلة جديدة وحواليها كثير من الناس اللي عم يعطوها النصائح، ولكن بعض هي النصائح أثبتت أنه هي خاطئة وغير صحيحة، ولكن للأسف هي انتقلت لنا عبر السنوات والأجيال. شو الصح وشو الغلط بالفترة الأولى للحمل؟ كل هالتفاصيل مع الاختصاصي طبعا بصباحنا غير لليوم الدكتور بسام الفلوف، اختصاصي بالنسائيه، رح يعطينا كل الاجابات. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا. صباحكم صباح الخير. صباح الخير دكتور. يعني مثل ما قلنا بالمقدمه دكتور، اقاويل كثير ونصائح كثير. اول نصيحه بيقولوا لها لازم تاكلي عن شخصين، طبعا النصيحه بتختلف من طبيعه جسم لاخرى، من امراه لاخرى، فخلينا نعرف شو مدى صحه هذا الشيء. هلا اول شغله بحب اقولها بعد ما أصبح عليكم ويعطيكم العافية، بعد صباحك، بحب أنه توصل للسيدة الحامل معلومة مهمة جدا، أن الحمل حالة غريزية، يعني كل الكائنات تحبل. صحيح. أنا آسف للمقارنة مثلا، بس مضطر أقول مثلا بنسميهم نحن الثدييات، الثدييات كلهم يحملوا بنفس الطريقة ويلدوا بنفس الطريقة. يعني إذا بدنا نمزح بنقول مثلا الغنمي بتجيب خروف حلو ما حدا بيعطيها نصيحة، يعني بتجيبه ظريف مع جيش ما حدا بيقول لها معلومات. يعني هي قضية بالأخير غريزية. نعم. لا يمكن للعقل أن يتدخل في جنين. باللحظة يلي بيصير العقل قادر يتدخل بالجنين بيتغير الكون، صار نحن فينا نعمل جنين مثل ما بدنا. وهذا كلام خاطئ. يعني نحن كثير بتجينا سيدي حامل انه نصحوني اكل جوز بيطلع ولد ذكي، او مثلا اذا اكلت بندورة بيطلع خدوده حمر، او اذا مثلا انا مشوبي لازم اكل شيء بارد مشان يبورد، او ممنوع اكل مثلا مادة بتنفخ بالنفخ الجد. هي كلها كلام خاطئ 100%. نحن لا نتدخل بالجنين. الجنين شو جاي، شو مورث من ابوه وامه، هو بده يكمل لحاله، بيكمل، بيطلع ذكي، بيطلع مانو ذكي، بيعيش ما بيعيش. يعني هاي قضايا ما دخلنا فيها. الغذاء ما له علاقة بمستوى ذكاء الطفل، ما له علاقة بالجنين، له علاقة بالأم. هون نحن دورنا، نحن وقت بنحكي بالتغذية بنحكي بتوصيات بالحال، نحن بنحكي للأم. يعني أنت انتبهي على حالك مثلا، مو أنه أنت تعتلي هم الولد. هلا الجنين ما بياكل مثل ما يعني هون بيتخيلوا انه الام اكلت مثلا بندوره فاصوليه الولد اكلها. لا لا لا، ما انا هيك القضيه. الطعام يتحول بجسم الانسان لمواد ومخازن موجوده عنده. جنين بياخذ من هي المخازن، يعني هو بياخذ مثلا افترض فوسفور، كلس، كربوهيدرات، بياخذ مواد. هي مواد طالعه من الاغذيه. هلا هون فيني ضيق لنقطة مهمة، انه احيانا هاي المخازن بيصير فيها نقص. دائما الجسد في له ذاكرة، يعني اي انسان اذا قلنا بنت صغيرة مثلا عمرها 10 سنين 7 سنين، اخذناها مثلا هي ساكنة بصحراء واخذناها على بحر وطعميناها سمك وحفظت انه هاي الاكل اسمها سمك، بهالسمك في مواد لنفترض الفسفور، بدي اعطي مثال طبعا بس لفهم القضية. وهي رجعت على الصحراء تعيش فيها، تجوزت يوم عام حبلت، نقصها فسفور، فالجسد لحاله بيخليها تتذكر انه هاي الماده موجوده بالسمك، بتقوم بترغب او بتشتهي السمك. هذا اللي كانوا بيسموه حام، وهذا حقيقه موجوده، انه صارت تقول انا مع انه هي عايشه بصحراء وما انا اكلي متداولي قدامها، بس من كذا سنه ضلت بذاكرتها انه بهي الاكله في هي الماده. هلا الجنين بحاجتها فبيطلبها. فأنا بقول وقت الحامل بترغب شيء تاكل، يعني أنا دائما بقول لهم كل يلي بدك اياه. هي شروط الطعام يلي بنفرضها على الحامل وبالتالي
تنزعج من أن والله كلي بيضة وكلي حليب وكلي يا بنتي كلي اللي بدك اياه. شو حابي تاكلي كلي، حتى إذا ما حابي تاكلي لا تاكلي، يعني أنت عيشي مرتاحة. ما تعتبري الأكل، يعني هي صيغة الحامل تتحمل مسؤولية إنه إذا ما أكلت أذيت ابنها. تماما. ويوم الأيام إذا ابنها مرض أنا لأني ما أكلت بالحمل، وبتضل عندها أقضي تجاه هذا الموضوع إنه أنا أذيت ابني لأني ما أكلت. هذا كلام خاطئ 100%. الجنين بياخد حاجته وأنت بتنأذي. جنين ما نوع بس يخلق بيبكي بالطعمية. تمام. جوات بطنك شو بده يعمل؟ ما عنده وسيلة، فهو بياخد، عنده قدرة ياخذ من جسمك، فانت العظم بيضعف عندك والبشره بتضعف عندك وكل جسمك بيضعف، هو ما بيتاذى وبياخذ. فوقت انت بتشتهي شيء كلي، يعني عيشي مرتاحه، ما تكوني متحمله مسؤوليه الكلام اللي بنسمعه انه اذا ما اكلتي بيطلع ابنك ضعيف. لا يا بنتي، في اكثر من هيك دكتور، يعني في ناس مثلا بتقول لك انه والله ممنوع الحامل بالاشهر الاولى تاكل بقدونس، ممنوع الحامل بالاشهر الاولى تشرب يانسون، ممنوع الحامل. مدى صحه هذا الشيء وارتباطه؟ انا رح اقول لك من تجربه كتير كبيرة بهالموضوع، قاعدة عامة بسيطة، كل شيء بدك اياه بشرط أن يكون نظيف. يعني أنت وقت عم تاكلي بقدونس مشكلته بكمياته الكبيرة، ما حدا بياكل كميات كثير يعني كبيرة. ممكن تاكل صحن طبولة أوكي مثلا. تاكل صحتين وما تحكي ولك ولا تخاف، بس يكون مادة، لأنه يعني بالذات البقدونس يعني طريقة تنظيفه وطريقة زراعته أحيانا عم تجيب بعض الميكروبات اللي ممكن تأذي الأم نفسها. عم يصير عندها تسممات، اسهالات، احنا من الا انتبهي لهالمحل، يعني كيلي بس بشرط ان يكون نظيف، انت منظفتيه بايدك. والطعام الني انا ما بنصح فيه، يعني الطعام الني للحامل بكل اشكاله لا ينصح فيه، الاكل النظيف والمانو ني وما تبقى كل اللي بدك اياه. تمام. يلي بترغبي ما في شيء ممنوع، مو زنجبيل وقرفي لك ما بصير تشرب الحامل، لا تشرب اذا حبيت، اذا هي اشتهت حرام الا ما بصير. تمام. كمان دكتور في فكرة عن الغذاء انه اوقات السيدات بيكونوا داخلين بحالة ريجيم دائم وبيمتنعوا عن الاكل، ببلش فترة الحمل ببلشوا انه احنا لازم نبلش ناكل منيح مشان صحتنا وصحة الطفل. هلا هون ممكن الجسم فعلا يحافظ على صحته على الفيتامينات المرجوة منه، او هو مخزون تراكمي على مدى السنين للمرأة الحامل سواء من كلس وفيتامين دال وغيره من انواع الفيتامينات؟ هلا هون انا بحب احكي كلمة وهي معلومة مهمة تعرفها أي حامل، كل ما يكتسب من وزن بالحمل يزول بعد الولادة، خاصة أجيال الصبايا. يعني كانوا زمان النساء يجيبوا 12-13 ولاد، فهي تكتسب وزن ترجع تحبل فوراً، فهي عمل لها فاتو ما تسمن شوي. أما هلأ السيدات بيجيبوا ولدين أو ثلاثة وفي فرق بيناتهم، فأنا ما بحب، يعني أول شيء ريجيم بالحمل هذا كلام في بعض المدارس العلمية اقترحته وحطت برامج طعام، صدقيني هذا غلط 100%. ما في ريجيم بالحمل، بالحمل كلي اللي بدك اياه وكلي، ما تخافي من الوزن حكما بدك تكتسبي وزن بالحمل، هذا يزول بعد ما تولدي، الا المكتسب نتيجه ادويه نتيجه مواد معينه هذا احيانا بيعذبنا. اما الحامل الطبيعي اللي عايشه طبيعي وعم تاكل اكل منيح وعم يزيد وزنها هذا غالبا يزول، نادر جدا يبقى. فما بدنا نكون خايفين انه ممكن نحن تحدد للوزن دكتور انه انت مسموح تزيدي 10 كيلو تمام بكل الحمل؟ تمام. ببلادنا غير بلاد هذا الموضوع يعني مختلف عليه، يعني احنا بنقول تقريبا لغايه 8 كيلو وسطيا الكل متفقين عليه، بس صدقيني ببلادنا بيزيدوا احيانا 15 كيلو. وعشان المكتسب بالحمل في له نوعين، طبيعي هي طبيعه جسمها، وفي مرضي. المرضي موضوع ثاني، يعني مشان ما طلع عندي ضغط هذا موضوع آخر. نعم. أنا عم أحكي الحامل ضغطة طبيعي تحاليلها طبيعية، اكتساب الوزن ما تخافوا منه بالعكس، يعني حتى أنا في قاعدة يعني بتقول زيادة وزن الأم الحامل تتناسب طردا مع ذكاء الجنين، يعني كل ما كانت الأم عم تسمن كل ما كان ابنها أكثر ذكاء، خليهم يسمنوا معلش. طيب دكتور كمان أسئلة غريبة أحيانا، مثلا توجيهات أنه مثلا الأم تنام كثير على جنب، هذا النوم بيأثر طريقة القعدة، هل هذا الشيء صحيح؟ كمان العادات، يعني كمان أنا بدي هون شوي بسط الأمور ليقدروا يفهموها البشر، يعني بدي أقول الطبيعة مشان ما ندخل بقضايا معينة. يعني أنا بدي أسأل سؤال، يلي هذا الإنسان يلي تأسس بهذه العظمة، يعني بدنا نقول الخالق اللي صنع هذا الإنسان بهذه العظمة، طيب وقت ينام الإنسان السيد الحامل وقت عم تنام ببيتها لا جوزها حدا ولا حماتها حدا ولا حدا لحالة على التخت، وغفيت ما ممكن تنام على بطنها؟
بدون ما تحس؟ ممكن. تمام، معناها هي أذت الجنين، يعني الخالق هون أخطأ، كان لازم يلاقي طريقة يمنعها تنام على بطنها. هذا كلام ما له منطق، ما بيصير إلا للحامل أنت لا تنامي على بطنك، لأنه بيصير عندها أرق كل الليل ما بتنام، لأنه خايف تنام على بطنها يقوم ينمعس ابنها. فقابلتي نامي كيف ما بدك، على بطنك على ظهرك. هلا بنقول نحن النوم المريحة أن تنام على جنب اليمين مثلا. هلا أوكي، هذا توصيف يعني، بس ما نو إلزام أنه أنت نامي غير هيك بينأذى ابنك. نامي كيف ما بدك وعيشي كيف ما بدك. الطبيعة أوجدت حلول، يعني هذه القضية محلولة بالطبيعة. يعني ما يعني مثلا رح أحكي مثال بسيط جدا كمان، انه مثلا كثير بيجون الحوامل اول ما تحبل اول توصيه ممنوع الجماع خلال الحمل، العلاقه الزوجيه ممنوعه. طيب مين قال انه ممنوع؟ يعني كيف اقترح؟ يعني طيب نرجع للتاريخ، كانت المره تعرف حالها حامل هي شهر خامس. طيب نعم. بهالخمس شهور شو كان يصير؟ يعني شايفين المعلومات الخاطئه، وهذا احيانا له اسباب نفسيه عند الاقارب عند الاصدقاء للحامل، بيدخلوها بمتاهات منشان يزعجوها. طبعا ما هو ممنوع جماع خلال الحمل، حتى بالعكس في بعض المدارس بيقولوا يجب ان تزداد العلاقه الجنسيه خلال الحمل، لانه لا يجوز ان نعتبر الجنين سبب لفراق اثنين بيحبوا بعض، هو بالعكس هو حاله جمال بين هالاثنين. فما بزين يجينا والله ممنوع. هلا في اسباب احيانا عند نزف عند مشاكل بنقول اوكي تحت اشراف طبيب، انما بالشكل الطبيعي ابدا يجب ان تكون العلاقه الطبيعيه جدا، ولا يجب ان نعتبر الجنين سبب لتباعد زوجين. نعم. وحتى اذا بدي اشرح لك اكثر، الجسم بحد ذاته يتعامل مع هذه الحاله بحمايه، يعني بيحمي حاله الجسم في رباط بسموه رباط مدور موجود، هو بيساعد ان الرحم ياخذ زاويه ما يتاثر بحاله الجماع. نعم. يعني هو فيزيولوجيا الجسم بتحمي حاله، ما حدا بيعرف بيقول لك ممنوع يصير، لا. يعني هي المرحلة اللي لها خصوصية كتير كبيرة يا دكتور عند الأنثى، اليوم عم يصير فيها مثل ما عم نشوف تشويه، عم ينزعوها لهي الحالة، تتعاقب الحامل. تمام، برافو عليك. عم تيجي الحامل متحملي وزر كتير مهم، انه هي حاملة مسؤولية، لا فيها تطلع اوعي تطلعي بالمنظر فلاني بيجي ابنك مثله. اوعي ايه تمام، اوعي ديري بالك، اوعي تاكلي هيك. والقادين حدا بيعطوه عقوبات، يعني انا بعتبرها عقوبات، يعني عم يعاقبوها. فهي معك حق، هي عندها دائما شعور بالذنب انه انا صح. اخطات. ونحن بمجتمعنا نحمل السيده كل شيء. انا دائما اقول المزحه اللي بتنحكى انه وقت الولد بينجح فبيجي الاب يقول هذا ابني، وقت بيرسب شفتي ابنك شو عمل، يعني بتتهم الانثى حرام دائما يعني. فنحن عم نحط لهي الحامل بحال اتهام، عم نتهمها. لا يا بنتي، عيشي مرتاحه ولا تخافي من شيء. رح اقول لك شغله، يعني زمان زمان كان في سيدات يحبلوا وإن ما بدهم هالحمل هذا، يعني بدك ترجعي سنوات عديده لورا، ما بدهم هالحمل. شو كانوا يعملوا؟ يحملوا جرن كبه وينطوا وتطلع تنط، ويبقى الولد ما ينزل الولد. في اجنه بدها تنزل، اذا بنجي من علقه بالمقلوب للمراه بدها تنزل. يعني هي قضايا اكبر من انه نقدر نحكي فيها او نحمل الام ذنب انك انت عملتي هذا الاجراء اديتي لها انه صار عندي ابنك مشكله، يعني وعنده اعاقه. فدائما بيبحثوا المحيط بهي الحامل خلال الحمل لا صار بابنك هيك. فتخيلي هي تعيش كل عمرها يمكن الفلاني اكلت الماده الفلانيه فانا صار عندي ابني هيك، بتضل كل عمرها بهي العقده. هذا كلام اجرام حقيقي. ابدا برجع بقول في شيء طبيعي، ولا ونسينك حامل ولا في شيء بيخوف. في حالات مرضيه نتعامل معها طبيا، انما 90% من الحمول بتصير وبتخلص وما لنا دور فيها. نعم، وهذا يمكن بيجاوب على سؤالي قبل، المرأة الحامل والخوف من انه المرأة الحامل تلعب رياضة او لا. وايضا في عادات اللي هي مثلا اذا هي امرأة مدخنة فبيقولوا لما بصير تدخني رح يطلع الولد معه مشاكل، او ممكن يطلع عصبي لانه انت بتدخني او تشربي قهوه كثير. خلينا نحكي كمان بالتفصيل، هل فعلا الدخان ممكن يكون ياثر، سواء دخان ارجيله اي شيء من هذول الانواع؟ هذا سؤال كثير حلو على فكره، هذا الموضوع كثير طويل يعني بيتغطى بمساحات كثيره، بس بعجالي عم نحكي بهالقصص هي. أول شغلة الرياضة،
بحب اقول لك شغله، وقت بتمشي الحامل او بتتحرك او بتنشط فالدوران الدموي بالحوض بيصير اكثر، وانا هذا بدي اياه. بينما تسطيح المراه الحامل هو غلط، يعني يلي مثلا مهدده بالاجهاض مو صح انه تتسطح بالعاده، لا بيقولوا لها ممنوع تتحرك. شفتي شلون؟ انه وكانه الولد معلق هيك بحبل صغير رح يقطع وينزل. لا لا، اذا مشيت بتنشط الدوران الدموي وتخدم ابنها، تخدم الجنين. في بمراكز طفل الانبوب بالعالم، تخيلي مريض الطفل الانبوب بيعطوها توصيات من ضمنها تدريبات رياضيه. طبعا ما عمل لها ارفعي اثقال، يعني كمان هون بتاخذها الحامل الدكتور شو بدي العب كره قدم مثلا، مو هذا القصد. يعني انما التمارين البسيطه والحركه البسيطه والحركه الطبيعيه ما بتاذيكي. اما موضوع الدخان، انا دائما عم احكي على الطبيعه، هي الظواهر الطبيعيه، الدخان ما مو ظاهره طبيعيه. نعم. وبالتالي انا ما بقول الدخان الحامل يدخن، طبعا لا. الدخان له تاثير على الجنين مثبت، على الاقل شغله واحده هي صغر حجم الجنين. تمام، يعني بتجيب السيدة الحامل ولد وحجمه صغير، وهذا صغر حجم الجنين إشكالية حتى لإلها نفسيا. يعني أنا أبدا الطبيعة فيها مواد معينة ناكلها نعيشها صح، إنما الدخان ما هو بالطبيعة، الإنسان اخترعه وله نتائج سيئة على صحة الإنسان وله نتائج سيئة على صحة الحامل. فأنا لا أنصح بالتدخين أبدا، وحتى الأرجيلة، يعني إنه بدي أرجل نفس يا بنتي بلاها الأرجيلة. الدخان والأرجيلي أبدا لا أنصح فيهم، هدول ما لهم ظواهر طبيعية، نحن عم نحكي على الشغلات الطبيعية بالحياة. نعم دكتور، يعني بالنهاية اليوم نحن مثل ما قلنا عم نحكي عن خصوصية هي المرحلة، وقديش فينا نعيشها بمحبة وبراحة وبشكل طبيعي بدون هي التعقيدات. تمام. لكن إذا كان في محاذير معينة ممكن تنبه من المرأة الحامل، سواء اللي ما بتعاني من أي مشكلة صحية أو بعض النساء، شو ممكن تكون هي المحاذير إنه نحن بس ننتبه على هدول القصص أثناء فترة الحمل؟ يعني ما بدي أحط قائمة محاذير، بدي إلا يلي بيزعجيك أنت لا تعملي. يعني شيل بيوترك بيزعجك بيسئلك بيضرك، مثلا الاكل اللي ما نضيف بده يؤذيكي انت لا تعملي هيك. ما بدي اجي الا محاذير لا تعملي كذا، لا، شيء اللي بيزعجك بلا جني لا تخافي عليه، انت عيشي مرتاحه، لا يعني لا تقربي على الشيء المزعج ابدا هيك. اما توصيات بحد ذاتها ابدا ما في، عيشي طبيعي. كثير حلو دكتور هذا الكلام. صحيح، يعني بدنا نشكرك دكتور بختام هذا اللقاء اللي كان فيه كثير تفاصيل مهمه، ويمكن لاول مره نسمعها خليني اقول اريحيه، بهالاريحيه وعن جد معلومات دقيقه وقريبه، ويمكن اي حدا بيقدر يتعامل مع هاي المعلومات اللي حضرتك. نحن حبينا تكون هيك ببساطه، يعني حبيت احكيها ببساطتها ليفهموها الكل. أكيد. بتشكركم كثير ويعطيكم العافيه. كل الشكر لك دكتور مره ثانيه، بنتمنى لما يكون في نساء بهي الفتره قدروا يسمعونا وياخذوا نوع من الطمانينه، ومن بعد قدر الامكان الشائعات والاقاويل والنصائح كلياتها والوساوس طلعت بعيده عن الواقع. تماما. اما هلا سلمى خلينا نروح.